السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم في قناة حلويات فاطمة في وصفة جديدة. غنحضر معكم اليوم الصابلي، كيجي رائع في المذاق وفي الشكل. وما تنسونيش كما العادة بدعواتكم في كل وصفة وتعليقاتكم اللي دائما كتشجعني على المزيد. اللي أول مرة يزور القناة ما ينسى يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس، وخليكم مع الفيديو حتى الاخير مع الطريقه والمقادير. كما البنات غادي نخدم بهذا المرشم ان شاء الله، غنوريكم جميع المراحل. غندلك دابا هزيت واحد شويه العجينه، غندلكها في بين واحد البلاستيكه، هزيت واحد البلاستيكه وقسمتها على جوج، وكنغطي العجينه وكندلك وكنثني عليه هذا البلاستيكه، غير كندلك شويه حتى كنسرحو، وكنثني البلاستيكه باش يجيني مقاد من ربعه الجوايه. تبعوا معايا المراحل ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه ديالي كيفاش كنخدم الصابلي، لان كل واحد باش من طريقه باش كيخدم. كنثني هذا البلاستيكه على الصابلي باش ترد ليا العجينه من ربعه الجوايه، ما تخرج ليا وتكون مقاده. كنقلبها. دابا غنثني البلاستيك عاود ونربها، وديك الساعة كنسرح. دابا تفهموا هاد الطريقة كيفاش. دابا غتقولوا لي مالكي على هاد العذاب، وإنما يستاهل، لأن كيجي الصابلي في واحد السوق ما كيلقاش مازال منين يخرج، كيجي في واحد السوق كيكون مقاد. واخا الخدمه ديالي شويه كتكون معقده، وانما النتيجه كتكون مرضيه، كتكون نتيجه مزيانه. شحال من وحده كتقول لي الطريقه ديالك معقده شويه، وانما انا كنشوف داكشي اللي مخرجني. صافي البنات، ها هو دابا هو جا في واحد السوق، هانتوما شتو واحد السوق جا مقاد، جا مقاد. دابا غنقطع بالمرشم، والمرشم ضروري يكون في الدقيق. المهم كنديرو المرشم في الدقيق وكنقطعو بالقطعة. كنضربو ثلاثة هكا ونعاود نحطو في الدقيق، وحنا غاديين حتى نكملو. غير غتبعوا هاد الطريقه غيجيكم زوين، الصابلي رائع وطريقه زوينه، والصابلي كيجي زوين. واللي بغاتو يكون مقرمش، كدير كاس ديال سنيده وكاس السكر كلاصي. اللي بغاتو رطب كدير غير السكر كلاصي. دابا البنات غادي نهزو هادي، كنديرها في الدقيق، كتسهل علينا هذا اسمو العمليه ديال الصابلي. المهم كنهزوه بهذا الشكل وكنحطوه في الطاوه. وخاصو يكون رقيق، حيت غادي نزدي غادي يكونوا جوج، وخاصو يكون رقيق باش يجي زوين. انا ما كنبغيش انا داك الصابلي يكون غليظ، ضروري الصابلي يكون رقيق.
المهم كنمشيو على هذه الطريقه حتى كلشي كنكملو صابري. المهم كنمشيو على هذه الطريقه حتى كلشي نكملو باش ما يطول لينا الفيديو. ها الصابلي دابا عمرت به الطاوة غندخلو الفران، ودرجه الحراره خاصها تكون مهيله، يطيب على نار هادئه وباش يجي كاملو محمر والتحمر ديالو يجي مقاد ويجي زوين. ها هو الصابلي يلا خرجته من الفران، كيجي على هذا الشكل، الطياب ديالو راه كيكون قاد فيه مع النار كتكون مهيله وكيطيب على خاطر خاطرو وكيجي على هذا الشكل، اللون ديالو زوين كيكون محمر من التحت ومن الفوق. انا كنطيبو غير من واحد الجهه، كنطيبو غير من التحت صافي، وهذا مع العافيه كتكون مهيله كتعطي الحموريه للفوق. كنطيبو غير من التحت صافي، ما كنطيبوش من الفوق باش يجي اللون ديالو زوين. اما البنات ها الصابلي ديالنا طاب، دابا غنوريكم الطريقه كيفاش كندير ليه الكونفيتير، وديك الساعه كتلصقوه باش ما بغيتو. كاينين التعليكات كاين اي، مهم كنهز انا الكونفيتير كندير ليها واحد جوج معالق د السنيده كنطلعهم حتى كي يغلاو واحد جوج غليات، ديك الساعه كنلصق به. المهم كنمشيو على هذه الطريقه حتى نلصقوا الصابلي كامل بالكونفيتير، وديك الساعه نوريكم الطريقه ديال التزيين. وتزيين على حساب لا كوموند، شنو على حسب الثمن وعلى حسب، كاين اللي كنلصقو بنيس لي كراميل، كاين اللي كنلصقو بالتعليكه كنديرها بالشوكولات والعسل. ان شاء الله غنوريكم، غندير فيديو ان شاء الله على التعليكه. المهم كنمشيو على هاد الطريقه تنكملو. دابا غادي نبدا التزيين ديال هاد الصابلي. كما كتشوفو الشوكولات درتو في الباماغي وعمرتو في هاد القريعه، هاد القريعه كتسهل علينا نعمرو بهاد البلاستيكه بالشوكولات، دغيا كنعمرو من المعلقه راه كان اسمو هادي لا. المهم غنوريكم الطريقه كنعمرو بهاد الشكل. وكنضربوا بها المهم راه ساهله، وكنديرهم في المجمد حتى كي يبردوا شويه وديك الساعه كنخرجهم. المهم غنتبعوا على هذه الطريقه حتى كلشي نكملوا. تزيين ساهل ماشي شي حاجه، وراه كلشي كيعرف. المهم غنمشيو على هذه الطريقه حتى كلشي نكمل. المهم ها هو المول عمرتو، دابا غنديرو في الفريكو حتى يبرد وغنخرجهم غيوليو على هذا الشكل. المهم هاد الطريقه ديالها كيفاش نلصقوا هذا الشوكولات على، كنديروا
الشوكولاته الفوق كاين اللي كيلصق بالتعليكه، كاين كل واحد باش كيلصق، كاين غليكوز، كاين انا كنلصق غير بالشوكولات مره مره اذا زربانه عندي شي كوموند زربانه دغيا دغيا كندير كيفاش. المهم حتى المره اخرى ان شاء الله شي شكل اخر وشي تعليكه ان شاء الله ونوريكم الطريقه كيفاش. المهم كنلصقو دابا غير بالشوكولات ومازال باقي التزيين ديالها، مازال غنزينو داك الوسط ان شاء الله. المهم كل واحد باش كيلصق وكل واحد باش كيزين داكشي لكم الاختيار. المهم الطريقه ديال الصابلي وتختاروا المرش باش غاد هذا وديك الساعه كيتزين غنزينوا كتهزوا الكونفيتير فيه لاغوم ديال الفريز ولا شي لاغوم اخر اللي اللي بغيتو نتوما وكديروه ديروه في داك التقيبه داك الوسط وكتعمروا ب لي فغوي كونفي كديروا اللوينات ولا كديروا الكونفيتير عادي هكاك كونفيتير بلا نكهه بلا تا والو غير كونفيتير هكاك غير انا كنفضل تكون فيه شويه النكهه. المهم كتهزي لي فغوي وكديريهم وكت هاد التزيين ديال الحلوه بلي فغوي وديك الساعه تزيين على حساب الاختيار. نعاود معكم واحده اخرى كتكبي الكونفيتير في ديك الثقبه وكتعمريها بلي فغوي ولي فغوي راه غنحط لكم الرابط ديالهم كديرهم بالتلاح وكديرهم بالبطيخ الصفر وكنحتفظ بهم انا في هاد البواطات في الفريغو كنديرهم في الفريغو حتى نبغيهم كنهزهم كنلقاهم كما هما زعما زوينين ومعسلين. المهم غنبقاو على هاد الطريقه حتى كلشي نزينو الصابلي ديالنا ورا زعما كلشي الكونفيتير كنديرو بالليمون ولا بالمشمش. المهم كنزينو بس مو كاين اللي كيزين بالشوكولات بيض في داك الوسط ويدير شي حبيبات ديال شي حاجه كحله ولا كيدير الشوكولات بالبيض. المهم لكم الاختيار ديك الساعه زين على حساب الذوق كل واحد باش شنو بغا وكل واحد باش كيزين. حتى هما كنديرهم كما قلت لكم بقشور الدلاح وبقشور البطيخ الاصفر. المهم تزين كما كتشوفوا هذا هو شكلها النهائي كتجي في الشكل وفي المذاق رائعه. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وفي الفيديو الاخر غنقدم لكم اشكال اخرى بنفس العجينه وكنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها وبالصحه والراحه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.